حقه في النادي ده. العملية ماشية كويس قوي، والدنيا يعني ما بتبقاش المفروض زحمة قبل الصلاة، إنما إحنا لقينا يعني أعداد كبيرة داخلة قبل الصلاة، فإن شاء الله ربنا يتمم اليوم على خير ويولي أعضاء الجمعية العمومية يحسنوا الاختيار ويتولى من يصلح لصالح نادي الزمالك. ربنا كريم إن شاء الله ويتم اليوم على خير.